الو، ايوه يا بنتي، يا سعاد، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ انت كويسه؟ اه يا حبيبتي، الحمد لله بخير. انت اللي عامله ايه؟ متضايقه ومتغاظه قوي يا بنتي يا سعاد من جوزي ده، اللي ليل ونهار قفيش عمال يتكلم على الواتساب مع ستات. ما انا قلت لك يا خايبه اعملي له عمل وعقودي كده اهو، واربطيه جنبك. انت اللي خايبه يا اختي، خايفه يحصل له حاجه يرجع تاني يجيب لي السبب فيا ويقول لي انت السبب، ولا يكشفني وتبقى وقعتي سودا ويطلقني فيها. يا هبله، هو يعرف منين؟ اعملها كده اهو، اتساله تحت المخده ولا تحت كنبه وهو قاعد عليه. تفتكر مش هياخد باله؟ ايوه طبعا، ما انا عاملاها لجوزي وقاعد جنبي زي القطه الصيام اهو. طيب ابعتيلي مع بنتك العمل ده يا اختي، جايز يفك عقدة الراجل ده اهو، يفضل قاعد جنبي كده اهو. من عينيا يا اختي، يلا هبعتها لك. حطها فين؟ احطه فين العمل دوت؟ احطه في هدوم الداخلية، ولا احطه في جيب البنطلون بتاعه الجينز وهو نازل، ولا احطه تحت المخدة وهو نايم؟ وانا احطه له تحت المخدة اضمن؟ يا مصيبة تحصل، الراجل يجي ويشوفني وانا بحطه له. يا ترى ماما بتحط ايه كده تحت المخدة؟ ايه الورق الغريب دوت؟ اما تمشي اجي اخده والعب بيه، ما اطلع من الاوضه بسرعه قبل ما تشوفني. الحمد لله حطيته قبل ما حد يجي. يا منال يا منال، حاضر يا اخويا، جايه لك اهو. هو احنا مش هنتغدى بقى ولا ايه؟ انت يا وليه، انت مالك مش مركزه معايا كده ليه؟ انت فيها ايه يا منال؟ ايوه، في حاجه بتنده عليا. مالك يا وليه مش على بعضك كده ليه النهارده؟ في ايه؟ مفيش، في النبي يا اخويا، انا جايه لك اهو، جايه اجري اشوفك عاوز ايه. عاوز اتغدى طبعا، يعني انا هعوز منك ايه؟ حاضر حاضر، من عينيا. بابا بابا، عاوز ايه يا حمصه؟ معاك قلم يا بابا عشان اكتب على الورقه ديت؟ ورقه ايه اللي هتكتب عليها دي؟ وريني كده ورقه اللي في ايدك دي. يا بنت اللذين يا منال، انت عامله عمل؟ ماشي، اما وريتك يا بنت انت يا زفتة اللي اسمك منال، انت يا ولية. يا مصيبة السودا يا فضيحتي، هو الراجل ده جاب العمل منين؟ ده لابسها تحت المكتبة. يا خرابي، يا ريتني ما سمعت كلامك يا سعاد، كان يوم اسود يوم ما كلمتك وقلت لي اعمل له عمل. انت يا بتاع، انت يا اللي اسمك منال، خدي تعالي هنا. انت بتندهلي يا حاج؟ ايوه يا اختي، تعالي يا اختي. ايه ده يا منال؟ مش عارف، هتلاقي حمصة جايب ورقة وبيكتب فيها وشخبط فيها شوية حاجات. مالها يعني يا اخويا الورقة؟ طب بص فيها كويس كده يا منال، اهي ورقة فيها شخبيط ورسمة عروسة وحاجات كده، واسمك مكتوب اهو، بيجرب اسمك، اصله بيحبك قوي. بقى بذمتك ابني بيجرب اسمي ورسمني صورة عروسة وبيحبني قوي؟ اصل الولد متعلق بيك، طول ما هو قاعد يقول لي بابا حبيبي بابا حبيبي. قلت له يا حبيبي هات قلم ورقة واقعد اكتب كده ان بابا حبيبك. لو النبي يا شيخ. امال ايه؟ امال انت فكرت ايه يا اخوي؟ الا تصدقي فكرته عمل. عمل؟ لا اله الا الله. تصدق ممكن تكون امك عامله لنا عمل عشان تفرقنا عن بعض، واحنا بنحب بعض جدا جدا يا بنت اللذينه. بقى بذمتي امي اللي بقالها سنتين ما جاتش عندنا البيت، هي اللي عملت لي عمل يا بنتي. خلاص يا اخويا، خلاص خلاص يا سي محمد، حرمت يا سي محمد. عشان كل ما تبص لنفسك في المرايه وتشوفي وشك متدغدغ كده تفتكريني.